كنت بقول ان دايما حتى في الفرق الاقل شهره او اقل امكانيات كنا بنقول ان احنا عايزين نكسب، فلما تيجي فرقه اكبر شهره واكبر امكانيات وعندها طموح كبير وولدت كبيره، فلازم هيبقى يعني طموحك مساوي للكلام ده، وهنجتهد لكن هو في الاول والاخر نامل في ان ربنا يوفقنا ان شاء الله في البطولات كلها. الاجتماع ده بيجي في ذهن الناس كلها ان لازم ان شاء الله اذا ربنا اراد وفقنا ناخد يعني بطولات من الاربعه دول، ودي حاجه عاديه الانديه الجماهيريه بتبقى زي الانديه الكبيره اللي مش جماهيريه، نتيجه انت بتضغط نفسك، انت بتحط على نفسك الضغوط اللي عاوز تحقق بيها حاجه بغض النظر عن وجود ضغط خارجي من عندك. الحمد لله ربنا كرمنا كل الاشكال يعني.